بالخير العميم أتانا رمضان، بالخير العميم أتانا، هو منحة الرحمن في دنيانا، هو نفحة من عند ربك للدنا، تلقى الوجود إذا أتى مزدانا، خير الشهور ففيه أفضل ليلة، خير الشهور ففيه أفضل ليلة الله فيها نزل القرآن. اسمع ما قال الله، اسمع ما قال الله جل جلاله، أقواله جاءت لنا تبيانا. كتب الصيام عليكم فلعلكم بالصوم يوما تبلغون تقانا.